مع سليم الناس الكل اللي تبعوا فينا في أولاد الكوجينة سبيسيال رمضان. إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله الباير اللي حضرناهم لكم يعجبوكم بيان سور وبيان سور إن شاء الله تكونوا شادين دياركم أهم حاجة هذية. دونك اليوم رجعت لكم مرة أخرى أنا والشيف عماد معزاوي. شيف شنحوالك؟ الحمد لله سافا عايشك في فورما؟ الحمد لله سافا ديما لاباس. هيا بيه شيف ندخلوا طول ملا في التطيب. شنو عندنا منيو الليلة؟ اليوم عندنا كريم دو لونتي هي شوربة عدس وعنا الكانيلوني بالدجاج والسبنيخ وريغوتا وبرشا جبن. اي بيان سور شيف انا جوي جبونات ماك تعرف. ومن بعد عندنا شوكولا شو. والشوكولا شو للديسير للسواغي حاجه بنينه برشا وسهله شوكو سهله. تبعونا حتى للاخر. شيف شنو نبداو؟ باهي كيما العاده نبداو ديما بالسوب خاطر هي تاخذ لنا اكثر وقت في البريباراسيون. تعطيني الزبده؟ بيان سور شيف. دونك عندنا الزبده نتاعنا ديليس. دونك شوربة العدس شايف هذايا ذولي الناس الكل تعرف المنافع نتاعها مانيش مستحقين نذكروهم بحق لازمكم نطيبوها برشا مرات كان لازم في رمضان باش كيكا الواحد يحاول ينوع للماكسيموم بينات الماكلة الصحية وكل شيء هكا ولا شايف. العدس معروف اللي كانوا فيها برسنتاج قوي نتاع فير يعاون البدن باش يخف نهار كامل مع الصيام. بيان سور دونك ماذا بينا نكثروا منها شوفوا شايف في شهر رمضان وحتى مش في شهر رمضان. حتى مش في شهر رمضان حاجة بنينة وخفيفة في ساعة ما تحضر. حطوا العدس والولاني خاطر شايف ديما العدس يحب له شوية وقت في الكويسون تاعو. يعطيك الصحة. باش نحطوا سنتين ثوم هكا كاملين. باش ناخذوا شوية بصل مش برشا. اي سورتو شايف لافونتاج يظهر في شربة العدس اللي نحطوا لي زانغريديون الكل كيما هما خاطر من بعد نورمالمون باش تطرح الكل. يعطيك الصحة. نجمو نمشيوها ديبار اشو كما نجمو نمشيوها ديبار فروا. دونك فوالا بتقليه ولا من غير تقليه. شيف والعدس نسحقه بيان سور ننفخوه ولا ننفخ ننفخ فوالا العدس ننفخ. جيب العدس الاصفر ولا العدس عادي معناها مش مقشر؟ العدس الاصفر ولا العادي. مش الناس الكل شايف راهو يعرفوا لي زاسوس الكل في الكوجينه هاكا نحاولوا ديما نبسطوها لو ماكسيموم حتى لي ديبيتون اللي يتبعوا فينا ولا مازالوا قاعدين يحبوا يتعلموا الكوجينه والكل هاكا بشويه بشويه معانا بقدره ربي يتعلموا الكوجينه يوليوا قراب شويه من اللي شاف. باهي. البنا ما يسالش مش في الليكسيك. لا لا كيف كيف حتى الليكسيك نجموا يتعلموه. انا زدت هوني اسفنيريا وحطيت البطاطا والسلري. دونك ديما نقصوهم الخضره نتاعنا دي كوب صغار باش في ساعة طيب. باش في ساعة طيب فوالا. ما يهمش الفورمه خاطر من بعد باش ترحاها هي. تعرف شايف ديما توا نسيت في الكوجينه. تدخل اخر وقت للكوجينه باش تطيب العشاء دونك ماذا بها حاجه في ساعه في ساعه طيب. نعمل شويه ملح للفحات نتاعنا كالعاده مش برشا كما العاده. لازم نسنسو توا بنيتنا شايف سورتو في رمضان هو دو بريفيرونس على طول نقصوا من الملح. الملح ما وكي فيك حاجه مالحه شويه الصباح تصبح عطشان شيء نقصوا منه شويه. حاولوا سورتو الناس اللي مغرومه برشا من الملح واللي سورتو بعد ما تطيب زيد شويه ملح لازمهم يزولي ينقصوا شويه اموال البريود هذيا باش ينجموا يقاوموا في الصيام. شويه كركم مش برشا. حتى للجو والمنفع نتاعو بيان سور. شفتوا كي تروح للدار طيب انت زده ولا ليه؟ لا لا طيب كمان جمله مرتي طيب. لا شايف يغشوا فينا ديما يطيبونا ويوريونا هما دي غوسيت الطياره والكل ومن بعد تروح للدار ما تودهمش بالماكله البنينه نتاعك. باهي لاسيس نتاعنا هوني كونوا البقول الجافه نقولوا احنا معناها توسكي حمص لوبيا عدس حطوا لهم شويه كمون باش نحيوا لنا الكاس. من الاول نحطوه الكمون من الاول من الاخر سي باغراف معناها كما يجي ليسونسيال كون يكون فيها شويه كمون. توا باش نعمل لوموفمون. دونك نمرقوها شوية. نمرقوها يا إما بفون دو فولاي وإلا بماء عادي. داكوغ دونك حاجة حتى كان عندكم مرقة مثلا تاكل فيها دجاج معناها ولا حاجة نجم تمرق بها. أن فون دو فولاي. داكوغ. هي برشا معناتها سهلة، مي با البريباراسيون تاعها شاف درج من زمان، الكويسون تاعها شاف قداش يحبلوا العدس باش يطيب بالخضرة نتاعنا. با بليس كي 30 مينوت. السوب تاعنا كلنا في ساعة ما يحضر واحد 30 مينوت هي البرشا شايف يظهر لي السوب نتاعنا لازمنا نخليوها توا تطيب سلة سلة فوق الغاز. شنو باش نحضروا اخر شايف اليوم؟ توا عندنا الكانيلوني اللي باش نعملوها بالإبينار
والدجاج والريكوتا وجبن. الكانيلوني اللي مشخش خضار فيها شايف خاطر مادامي بالريكوتا نتاع قيصر والجبونات نتاعنا زيد نتاع بريزيدون معناتها راهي حاجه بنينه برشا ومشخشه. ما تنجم تكون كان بنينه. ما تنجم تكون كان بنينه، شايف شنو تستحقوا ماله؟ باش نستحقوا شويه زيت. كالعاده شايف احنا عندنا او ام اس مدلينا في اللي مغنى الالوان كلها والاشكال كلها الالوان الكل والاشكال الكل. ما تحيروش ما تخافوش على مكلتكم باش ما تلصقش ولا يقعدك الاغيير غو نتاع المغميت بعد ما حاجه هايله برشا براتيك في الكوش الخدمه. باش نبداو شيف باش نحط الدجاج. دونك الدجاج ديجا قصيناه شيف دي كيف صغير باش نجمو نفرسيو به الكانيلوني. باهي برشا شيف شنو نسحقوا اخر شيء؟ مش برشا بصل، شويه بصل مخصص جويد. الفارس تاع الكانيلوني كما قلنا. شايف نحطوا ثوم ولا ما نحطوش فيه ثوم؟ ديما لي صوص بلونش هكا نحطوا فيهم الثوم. اي بريباراسيون في سباتي ايطاليان براتيكمون فيها الثوم. فهمت، خاطر شايف فما برشا عبيد حتى في ديارهم تو يتبعوا فينا. ديما يحطوا اكثر يحبذوا الثوم مش في بالهم كان في اللي معناتها الصوص الحمراء. لا حتى في صوص البيضه يجي. دونك صوص البيضه راه زاد بالحق ثوم يبنن برشا برشا. صوص البيضه ولا صوص روزيل تبدا حمراء وبيضه معناها بصوص طومات والكريم فريش مع بعضها. داكور، شنو مازال لنا شايف؟ شويه فيح هوني. وشويه لفاحات نتاعنا، ملح فلفل اكحل. ديما شايف دو بريفيرون في الصوص بلونش ما نكثروش برشا في لي زيتيس فيها. صوص بلونش ما فيهاش مطعم قوي. دو تيل فاسون إل كونسيرف لا سافور نتاع الدونري اللي طايبه فيه، معناها لانغريديون دو باس، كو سوا دجاج، لحم، كريمير. إذا كان فواحها برشا تو يضيع لك الجو جملة. هي برشا شايف. السنة ثوم. نحطوها بيان سور زايدة شاسة كيما العادة نقولوا احنا يكرازيه كي شاسة انتوما اللقطة هذه تعملوها ديما فيسع فيسع احنا شاسة نقص راسكم ديجا نقعد في درجة احنا هو سنسمع عاد مع الوقت على الخدمة باش ناخذ السبناخ السبناخ. دونك شايف السبناخ مش طايب. لا لا مش طايب، باش يطيب مع الدجاج. خاطر فما شكون يزول أو ينجموا يصوروه وحده ولا ينجموا كل حد كيفاش يدير الطريقة نتاعو. أنا نحاول باش ما نعملش باش نطيب السبناخ مع الدجاج. باش هكاك الماء نتاع السبناخ يمشي مع الدجاج، ما يضيعنيش. بيان سور خاطر السبناخ ديما كيف يطيب شايف يخرج برشا الماء نتاعو. يخرج برشا الماء نتاعو، الماء نتاعو يبقى يفوحني أنا البريباراسيون نتاعي. ما تخافوش على السبناخ، حطوا بزاي السبناخ خاطر في سما يطيح راه، ما نقصوش جويد برشا باش ما يذوبش. معناها ديزانغريديون بالحق شايف ساهلين برشا برشا ونتصور موجودين معناها في كل دار تونسية، دونك نجمو نعملوا الكانيلوني نتاعنا بالحق حاجة ياسر زوينة. إي أنا حل في جدار نشوف شو عندي وش ما عنديش، نعمل منيو جور نتاعي كسوة في الخدمة وإلا في الدار، على أساس هذاك معناها نخدم. وبيان سور شايف حتى اللي يتبعوا فينا توا مثلا يحبوا يعملوا دبارة اليوم والا مثلا حاجه من ليزانغريديون هذيا ماهيش موجوده، ما عليهم كان يشوفوا في الشين يوتيوب نتاعنا التاسعه وفي الباج فيسبوك نتاع التاسعه نتاع الحلقات اللي فاتوا. دونك دي غوسيت طياره برشا ودبارات بالحق ساهلين برشا برشا، والواحد شايف تلمون معناتها عنده برشا افكار ساعات يضيع. دونك هكا احنا نعاونوكم، جوست تعملوا طلع على لي فيديو نتاعنا وتلقاو لي غوسيت الكل ودباير المزيانين. شايف شنو مازال؟ ديجا شايف تشوف كيفاش تبيل برشا السبناخ؟ ما عادش باش يبقى لك السبناخ، ما يبقاش برشا. داكا، شنو مازال لنا شايف باش نزيدوها توا؟ هذه باش نخليوها تشرب ماها، سي بون حاضرة. وباش نعملوا شوية صوص طومات، اللي باش تحطوا فيها الواحد الكانيلوني. داكا. الصوص طومات نتاع، دونك معناتها شايف هذه مش بيضة برك الكانيلوني. لا لا، الكانيلوني حمراء غير. معناتها نجمو بينات لي دو، معناتها مش حتى كانت ما تحبش برشا معناتها لي صوص بلونش هاكا ديجا مع صوص غوج، دونك يعملوا ميلونج نتصور حلو برشا برشا. نجم حتى من بعد كي تحطها في البلاتو قبل ما تحطها في الفور، نجم تحط معاها شويه كريم فريش من الفوق.
تعاون في الفيتيناج، تعاون في كل شيء. دونك حطينا الجميت نتاعنا المزينه برشا في او ام اس، شاف مدلينا في الجرانيت في اللينوكس، دونك في الكل موجوده. عنده الانواع الكل والشكل الكل. دونك حطينا الزيت تو باش نحضروا اساس بلونش دونك للكانيلوني. نذكر اللي احنا بدينا حضرنا الفاخس نتاعنا اللي فيه الزيت والزبده شاف، وحطينا فيه السبنيخ والبولي، فوحنا شويه ملح وفلفل اكحل. وشويه بصل وشويه ثوم. وشويه البصل والثوم بيان سور قصيناهم جويدين، باش نجموا نحطوهم في الفاخس نتاع الكانيلوني. توا نحضروا اساس روج نتاع سيف ماني قاعده نحاول نحفظ او ميم طون في لي روسيت باش كي نروح زاد انا نجربهم في الدار وهكاك زاد ما نقولوش نتفرجوا برا. نورمالمون حط معنا من عام ناول مشكل بيان سور شيف، والله تعلمت برشا لي روسيت وديما نحاول نروح للدار نجربهم على خاطر بالحق يبداو بنين برشا 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 اي سورتو ساهلين. دونك ما علينا كان نشمروا على ذراعاتنا وندخلوا للكوجينه. شيف هي الكوجينه كلها غرام غرام وبرشا فن زاد. دونك نحطوا الزيت والثوم. زيت وثوم وبصل. تعطيني شويه روس. شويه روس شويه طماطم. باش نزيدوا الطماطم نتاعنا طماطم عبيده بيان سور والوفرتور نتاعها فريمون فاسيل. هيك حمرا شايف تطلع لنا صلصه ياسر بنينه وتسهل. والهروس زاد شايف بيان سور. يلحق حاجه بنينه برشا برشا وموزوزه ومحرحره زاده كما نحبوا التوانسه الكل يظهر لي. اي وفيها برشا ثوم. بتل فاسون البريباراسيون. الحاجه اللي تبان الاساس. البريباراسيون ما تسحقش باش تحط فيها زيت الثوم، تحط كان شويه كاو. شنو قعد لنا شيف باش نزيدوها الاساس نتاعنا؟ جوست المهمون وكاو. المهمون دونك الفحات شنو نحطوا؟ تيفل كرويه شويه باش نعملوها تونسيه كانلوني قريبه شويه التونسي، هذاك علاش خيرنا اليوم باش نحطوا لها الهروس نتاع عبيده، باش نحطوا لها شويه تابل وكرويه، شويه ملح في الاكحل، نعمل مويمون تاعنا. وهكاك يظهر لي شيف اساس تكون حاضره، دونك حضرنا اساس نتاع الكانيلوني، حضرنا الفاخس نتاعها، والسوب نتاعنا شيف قداش مازال لها هكاك وتحضر؟ 15 مينوت ماكسيموم. 15 مينوت والسوب نتاعنا تحضر، اقعدوا معنا ما تمشيوش لبعيد، فاصل صغير ونرجع لكم بعد شويه.